عليكم. سلام يا رمزي. يا رمزي خير؟ عايزني في ايه؟ لا مفيش حاجة. خلاص مفيش حاجة؟ اقعد يعني. انت مخليني اقفل البازار عشان مفيش حاجة؟ اصل بيني وبينك يا دولا، يعني كنت عايز ازوغ من البازار وقلت بقى يعني حد يشجعني. حد يشجعك، وانت بقى اخترت الراجل الصح اللي يشجعك. قال لي لقيته بقى. طب ما احنا كده ممكن يتخصم لنا يومين يا رمز. تخصم لنا ايه يا دولا؟ ده انت صاحب الشغل، انت نسيت يا عم ولا ايه؟ تشرب شيشة؟ شيشة. طيب مخصوم لك 3 ايام يا رمزي، ومن بكرة الصبح تطلع على البازار تسيقه كله وتمسح التماثيل تمثال تمثال، وخلي بالك من تمثال حتحور، انت كسره قبل كده 3 مرات. لا انت مش بتقول بكرة؟ احنا ولود النهار. ولود النهار؟ 4 ايام خاص ما رمزي. ايه ده؟ انت شايف الراجل اللي قاعد هناك ده؟ شايفه. ياه، ده واحد عمري ما تخيلت ابدا ان السنين هتجمعنا انا وهو في مكان كده، هو من غير ميعاد ابدا. لا مش هو. مش هو؟ انت ايش عرفك بس؟ عارف بقالي 15 سنه نفسي اشوف الراجل ده. انت عارف الراجل ده بالنسبه لي يبقى ايه؟ ايه يا دولا؟ الحب الاول؟ الحب الاول؟ هنهزر. 5 ايام خاص ما رمز. 6 ايام بتزود؟ ماشي ماشي. ده يا ابني الشاعر حمدي عجلان. ايه ده؟ عجلان؟ لا مش هم. بس يلا بس يلا. صباح الخير، مش حضرتك الفنان الشاعر الكبير الأستاذ حمدي عجلان؟ ايوه. اي نعم هو. حضرتك انا عادل سعيد، مؤلف على قد يعني، كاتب ديوان شعر، وعندي بازار جنب القهوة، يا ريت اقدر اعزم حضرتك على اي حاجة يعني. لا لا لا، في الحقيقة مش هقدر اشرب اي حاجة. لا 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 لا، ما يصحش يا ريس عجلان، ما يصحش كده. ده حتى يعني حتى حضرتك لو ما شربتش حاجة يبقى كأنك تفيت في وشنا كلنا. ده تشبيه بليغ وطالع منك كده بتلقائية وعفوية. على فكرة انت فنان فطري. لا لسه ما فطرتش والله، بس ممكن كلنا نفطر مع بعض. الفطرية والفطور. الفطرية والفطور، يعني جناس ناقص. جناس ناقص؟ على فكرة صاحبك بيقول كلام قديم قوي. قلت لي انت اسمك ايه؟ الأستاذ رمزي. رمزي. تعرف يا رمزي ان بعض الكتاب بيقولوا على بعض القصايد بتاعتي انها بتنتمي للمدرسة الرمزية؟ على اساس هو رمزي ورمزية. عارف حضرتك والدته برضو الله يرحمها كان اسمها رمزية، كانت مدرسة برضو. ما انا علشان كده كنت بزوغ من المدرسة. امي بقى. اشربوا يا بهوات. تشرب ايه يا ريس عجلان؟ اشرب حاجة على ذوقك. على ذوقي؟ حلبسة. يا رمزة حلبسة. حضرتك يعني انا حضرتك بقالنا كتير قوي يعني ما شفناش اي دواوين جديده لحضرتك، واضح ان حضرتك عندك احتباس فكري وتمر بمرحله مخاض فكري للاندماج اثناء ولا ايه؟ انت مش هتفطر يا استاذ عدلي؟ عدلي بيقول لك عدلي ده شارع عادل حضرتك. وانت يا استاذ رمزي هتفطرني ايه؟ حضرتك انا عامل ديوان شعر. يا استاذ خلينا في موضوع الفطار الاول. حضرتك تحب تفطر لحمه؟ لحمه؟ يا ريت والله يا ريت. حضرتك اسمعك قصيده بعنوان مصر. ها يا استاذ ما تحاولش تقتحم خيالي في اللحظه ديت. طقم بقى سلطات مع سائح. 7 ايام خاص. طقم سلطات مع سائح، بكده تكتمل الصوره. دولا انت سمعت بقى احنا عايزين ايه؟ ها رجلشنا بقى. رجلشكو؟ ده انا هروقك. حضرتك ايه رايك على ما الاكل يجي يعني اسمع حضرتك جزء من ديواني بعنوان مصر؟ ها هيكون في لحمه؟ ان شاء الله هيكون في لحمه. حضرتك يعني انا الديوان بتاعي بيتكلم عن الانسان المعاصر اثناء مروره باشاره المرور، والدنيا زحمه جدا وهو متاخر على شغله وعايز يروح عشان المدير بتاعه بيخصمه. ممكن اقول رايي؟ اتفضل. ممكن تكون اللحمة موزة ضاني بالبطاطس. يبقى ناكل عند العسكري. أنا أؤيد هذا الاقتراح. وأنا أؤيد هذا الإنسان. وأنا بخصم لك 8 أيام.
حضرتك يعني مش تسمع جزء من ديواني اللي هو بتاع مصر ده؟ هو احنا مش هنروح ناكل الاول؟ ايوه طبعا هناكل يعني. خلاص انا هعمل لك ندوه تقول فيها كل قصايدك، وانا بقى اللي هديرها لك بنفسي. معقوله؟ يا نهار اسوح يا نهار اسوح، ده شرف كبير جدا ليا يا فندم والله. اه وبعد بقى اما ناكل من عند العسكري نطلع على النبطشاجي بقى بتاع لقمه القاضي. لقمه القاضي بموت فيها، بالسكر بالسكر. دول حاسب بقى القهواجي؟ ها ماشي حاسب القهواجي. انا خصم لك كام يوم لغايه دلوقتي؟ 9 باي 9، والقهواجي يومين، يبقى 15 يوم. يا سناء يا نجلاء يا طنط انعام يا ياسمين احضرونا. ايه 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 جرى يا رني؟ واحنا كل ما نختلف مع بعض تقعدي تعدي العيله اللي في البيت دي؟ ايه في ايه يا رني؟ دلوقتي عايزاكي تحكمي ما بيني، وانا عارفه ان كل مره بتيجي في صف ابنك، بس المره دي بالذات بقى مش هتقدري. وتحدي. قولي يا ستي، عمل ايه سي عادل تاني؟ سي عادل عايز يعمل ندوة شعرية في البيت. بدل ما تعمل لنا حلة شعرية باللبن والسكر نتعشى بيها، رايح تعمل ندوة شعرية؟ يا سلام، اللي يسمع كده يقول يعني محرومة من الأكل؟ ما انت بتاكلي كل يوم، انت ما بتركزيش غير في الأكل. وبعدين ندوة شعرية ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة ان انا اعمل ندوة شعرية؟ الأكرة بتاعت أوضتي اتكسرت، عاوزة تجيب نجار يصلح. وبالمرة بما ان النجار جه يعني خليه يصلح درفة الدولاب بتاعي، كل ما قفلها تتفتح كل ما قفلها تتفتح، عايز يكون في عفريتي عادي. هما يقصدوا يقولوا لك يا حبيبي ان في اولويات في البيت اهم بكتير من الشعر والهقص والكلام الفاضي. كلام الفاضي وهما مش عارفين يقولوا يقصدوا ايه، ده على اساس بقى ان انت الكتالوج بتاعهم يعني. عموما ده بيتي وانا حر اعمل فيه اللي انا عايزه. طبعا يا عادل مارس هواياتك اللي بتحبها، اهم حاجه يا حبيبي انها ما تاثرش على دراستك. على فكره يا عادل، بتوع الشعر دول عاوزين يستغلوك. وايه اللي خلاكي بقى متاكده او كده يا ماما؟ ده واضح يا ابني جدا، لان الشعر بتاعك ركيك. بس يا سناء عيب ما تقوليش لاخوكي كده. انت يا عادل يا حبيبي فاشل في الشعر. فاشل في الشعر؟ انا مش فاهم، في ام تقول لابنها كده وانتوا تفهموا ايه اصلا في الشعر؟ كلمه شعر دي جايه من شعور، وانت اصلا يا حبيبي لو عندك شعور كنت جبت الحاجات الناقصه في البيت. يعني مثلا ابي فرناس الشاعر الجاهلي عمره كتب بيت شعر واحد وبيته ناقص حاجه؟ ابو فرناس ما كتبش بيت وبيته ناقص حاجه؟ وانت تعرفي ابو فرناس ده منين؟ مراته معاكي في النادي يعني؟ خدناه في المدرسه، مدرسته مللو. ابو فرناس انت بتقولي عليه ده كان بيطير. الشعر اللي قصدك عليه اسمه ابو نواس يا جهله. غلط، ابو نواس ده بتاع الشاورما اللي في شارع جامعه الدول العربيه. بسم الله ما شاء الله، ايش جاب مدرستك اللي بباب الشعريه لجامعه الدول العربيه؟ بتيجي وانت يعني عارفه كل حاجه؟ فعلا ابو نواس ده كان بيطير في شارع جامعة الدول العربية وهو بيقول شعر، وقع فتح محل بتاع شاورما معروفة يعني. ودلوقتي يا جماعة بجد بجد، الشعرة دول لو جم هنا البيت أنا مستفيد، لأن أنا ممكن أبيع لهم الشعر بتاعي. بدل ما تبيع لهم الشعر بتاعك ما يكتبوهم ما أحسن. يا ابني أسهل حاجة في الدنيا أنك تقول شعر. أقول لك شعر أبو نواس بيونس الناس، بحة يا قفة يا قطة. هو أي كلام وخلاص. بص يا جماعة، انا فعلا غلطان ان انا فكرت اجيب الشعرة دول هنا، كنت عايز ادي قيمة تانية مختلفة للبيت. مش معقولة، حلوة اوي عماد، ربنا يوفقك. خليك في حالك. اظن كده بقى يا استاذ عادل كل حاجه مظبوطه عشان الخطبه اللي هتلقوها من هنا. يا ابني ما اسمهاش خطبه، افهم بقى، اسمها تمسيه. الخطبه دي مظبوطه. حس كده بقى يا باشا، يا ريت تعمل حسابي في المسا ده. انا عينيا ليك يا حته، بس اهم حاجه عايز القهوه النهارده منضبطه، مش عايز فيها اي دوشه عشان نعمل الندوه بتاعتنا كويس. من عينيا. حاضر. مقضيه شغل لي تمسيه. تمسيه مقضيه يا دول. اهلا اهلا، الشعراء جم. يلا صباح الخير. اهلا وسهلا. الاستاذ رمزي اللي كلمتك عنه. ايه ده؟ ايه اللي كلمتها عنه ده؟ لا انا مرتبط والله يا انسه.
عنده حس ضعاف شعبيه. انا بعمل بحث في الموضوع ده. يا اهلا وسهلا، منورين ايها الشعراء. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا، حيث تدار ندوتنا اليوم من هذه الترابيزه ان شاء الله، وربنا يتمم بخير. ايه يا عادل، بلاش ربنا يتمم بخير دي، بص بتبص لي ازاي. الانسه سمر الشرشاوي دي استاذه في علم الجمال وباحثه اجتماعيه، اما الاستاذ ابراهيم التت ده اللي ذكر اسمه في اهداء الشاعر رميح عفيفي، ده بقى فسوخه الحظ بتاعتنا، لما بيتحط اهداء في ديوان اي شاعر ما يبيعش اقل من 50 نسخه. يا 50 نسخه ما شاء الله. اهلا وسهلا استاذ فسوخه، اهلا وسهلا يا دكتوره. والله يعني انا صراحه مش عايز اعرفكم بنفسي بشكل تقليدي، ولكن هستعين بجملة قالها زميل شاعر اسمه ايه ده، شكسبير، قال ان الوردة ايا كان الاسم، يعني مهما يكون اسمها ايه، يعني ستنشر عطرا، يعني هتملى الأوضة ريحة. بقى هو قصده يعني يقول تعرف فلان اعرفه قريت شعره؟ لا يبقى ما تعرفوش. انت ايش عرفك انت انا عايز اقول ايه؟ مالكش دعوة خلاص. يا جماعة انا هقول لكم قصيدة من ديواني بعنوان مصر، وبعدين هنعمل ايه في الليله دي؟ ربنا يستر بقى. انت مش قلت لي ان في عشاء استاذ عادل؟ عيب، العشاء موجود، اللحمه من عند العسكر ولقمه القاضي جايه كمان. طب اتفضل يا استاذ عادل سمعنا، اشتقنا والله، عايزين نستطعم. يا مصر يا حلوه يا غاليه، فيكي التوك توك مال الشوارع، ومحدش عارف هتعملوا له رخصة ولا هتسيبوه كده ولا ايه. يا مصر يا غالية. استاذ عادل. ايوه يا سيدي عارف، بالسكر، لقمة القاضي بالسكر. مش المفروض ان انا ادير الندوة؟ انا اسف جدا والله يا استاذ عجلان، يلا وقاحتي يلا وقاحتي. اتفضل حضرتك اتفضل. دلوقتي يا جماعة انا هقدم لكم الاستاذ عادل، شاعر مبتدئ، ودلوقتي هنسمع شعره والقصيده اللي هلقيها بعد ما نشوف ماتش الاهلي. لا ماتش الاهلي ايه حضرتك؟ لا حضرتك واحنا هنركز مع الماتش، احنا جايين نعمل الندوه، انت ناسي ولا ايه يا استاذ عجلان؟ طب ما هو بتركه فنان برضه. مش ده ماتش الاهلي وطلخه؟ ايوه يعني هنسيب الندوه ونقعد نركز في طلخه، طلقه ايه اللي نركز فيها يا اخوانا؟ طب يا دوله، طب ما تقول البقين بتوعك في الهاف تايم. البقين بتوعي؟ يا جماعه بصوا بقى، يا اما الندوه يا اما اللحم. انا مش فاهمه ايه اللي جرى للبدنجان، كان زمان ادب المقوار في كرش البدنجانه يبقى زي الزبده على طول. ايه في ايه؟ انت بوظتي البدنجانه، انتوا كده بتعملوه كده؟ بنعمله كده ازاي يعني؟ مش عارفه، أتاري أكلكوا كله مدهول ومهرول. أنا عرفت دلوقتي ليه. أنا عايزة أعرف بقى سناء ليه ما بتنورش معانا البتنجان؟ إيه؟ أنور البتنجان؟ أنا تقوليلي كده؟ أنا امرأة عاملة، ما عنديش فراغ، ما عنديش وقت، أنا بربي نش، زول المجتمع دي بتتفتح من صوابعي. أنور بتنجان الآن؟ ها فضيالك أنا عشان أنور بتنجان؟ الولد ده حمار، أما ده بقى ده حيوان. تقوليلي إيه اللي عنده بهاي؟ اتفضلوا يا اهلا وسهلا، بس ثانية واحدة، ثانية واحدة بس عشان افضي المكان عشان عندنا ست شاي. بتبصوا على ايه؟ اصبروا. انت معاك حد يا عادل؟ ايوه معايا حد. معلش فضلنا بقى الصلاة هنا اهو. يلا يا جماعة، يلا يا سناء شيل المحشي اللي انت بتعمليه ده. اولا سناء ما نقورتش معانا ولا محشيايا من صباحية ربنا. نقورت معاك؟ هو انت كده ده مهدي نقورة مش تقوير ابدا اللي انت بتخرميها من الناحية التانية. برافو عليك يا حمادي. سقفي انا واني بابي قورت بتنجانية. برافو عليك يا ياسمين، عقبال ما تكبري كده ان شاء الله وتقوري ورق عنب. يعني انت يا عادل ما عندكش دم؟ ما بتحسش؟ شايف البيت ملعب كرة رايحين جايين عمالين نرمح فيه طول اليوم، فقلت تريحنا من الجاي وتحبسنا. ما غصب عني هعمل ايه يعني يا رانيا، هعمل ايه؟ يلا يا رانيا يلا، ما تكتريش كلام معاه، ما فيش فايدة من الكلام معاه، تعالي نقعد في البيسين. يلا اتنين ليمون يا عادل. اجيب المايو بتاعي يا مامي؟ ايوه حبيبتي خدي المايو، يلا اتكلوا على الله. بسرعة يا دولة ايدي اتخدلت. اهلا وسهلا، خلاص عديهم عديهم، اتفضلوا يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا.
ايوه كده دوله بقى كده الواحد يتفرج على الماتش يا ابن عمي براحته. الماتش ده في الاستاد. انت ايه اللي جايبك؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا يا شعراء. يا سلام، المنزل والبيت امتلأ بالاشعار انها يا سلام يا استاذه سمر، والله حضرتك نورت البيت المتواضع اللي انا فيه ده، الشعر كله ماشي بيتدلدق منكم ما شاء الله. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. طيب يا اساتذه، انا بعد اذنكم يعني حابب استاذن ابن عمي واخويا وحبيبي ان انا القي عليكم قصيده. لا قصيدتي قصيدتي ده ملوش دعوه بالحكايه دي. انه يهرج يا ايها الشعر، انه يهرج. كنت متاكده انه جواه شعر. يا ريت يا ريت نسمعه. ده احنا مستنيين اللحظه دي من الصبح. لا حضراتكم، هو تهريج وخلاص ولا ايه؟ ده شاعر مش حد يقول شاعر يقعد يقول. ايه ايه، انت غيران من رمزي؟ لا غيران منه ليه يعني؟ اتفضل اتفضل اتفضل، قول قول. ما تطرنيش بقى. ده بص حضراتكم، ده نام ده نام. تحيه تحيه للناس اللي جايه في الحته دي في احلى تمسيه. امبارح امبارح وانا ماشي بالليل لوحدي قطرني امين شرطه، بصيت شمال قلت اه، بصيت يمين قلت اه، بصيت لفوق قلت اه برضو، بصيت لتحت قلت يما، خدت جنب وعدى الامين بالكمين في المغربيه. جعت كلت تقلت نمت وحلمت، حلمت ببكره احلى من عم نول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله الله الله. ايه ده ايه شعر ده ولا مش شعر؟ طب مش مخصوم منك شعرين؟ ده بقى بيجمع بين الشعر والنثر. على فكرة اكتبها لي عشان انشرها في الجريدة. ما بعرفش اكتب. ايه الحق، معقولة الشاعر ما بيعرفش يكتب؟ يا ريت تدونها له يا استاذ عادل لانها مهمة جدا. ده بيفكرني بالشاعر العبقري المنتشر سيد العفن في القصيدة المهمة جدا بتاعته اللي اسمها المواطن المقفول. مواطن مقفول ايه؟ معلش بعد اذنكم يعني انا جايبكم البيت عشان اقول لكم الشعر. اقول بقى شعر ولا ايه؟ اتفضل قول قول، يلا سمعنا. يا مصر يا مصر، عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، بس اسمعيني والنبي بقى يا مصر بقى. عادل عادل عادل. عايزه ايه؟ حله المحشي، حله المحشي. معشي في وسط مصر دي؟ بقول لك ايه؟ هات لي صباعين محشي. نية حضرتك. سخنوه. شكرا. حضرتك محشي اللي انت عايزه، مش احنا طالبين اكل من عند الراجل العسكري ده حضرتك، لحمه وكله. هو احنا شفنا منك حاجه؟ كمل كمل. يا مصر، نيلك طويل من اول بقى ايه كبرى قصر النيل لغايه بقى ايه عين الصيره وبين السرايات لغايه القناطر الكلبيه. إيه؟ واحد صاحبي بقول لك ايه، شوف لنا حاجه غير دي. غير ايه؟ غير اللي بتقولها دي. ليه حضرتك مش عاجباك؟ لا وحشه وحشه بصراحه، وحشه وحشه. والكلام اللي كان بيقوله ده كان حلو؟ ده شعر تلقائي. تلقائي ايه حضرتك؟ ما انت لو عايز بقى من ابو تلقائي ده. ما اتفضل حضرتك اتفضل. ماشي تلقائي ده ما فرق. ماشي. اللحمة حمرة والرز بيضة والفتة حلوة. الله الله، ايه الحلاوة دي؟ ادي الشعر، شعر ولا بلاش؟ ولا حتة اللحمة حمرة. يا سلام على وصفه للون الأحمر بتاع اللحمة، وصفها بطريقة بليغة عميقة الأثر ولطيفة المذاق والمعاني. يا سلام، هو ده الشعر اللي عجبكم يعني؟ واقع واقع ملموس ومأكول. مأكول ازاي حضرتك؟ ايه احنا مش هناكل لا ولا ايه؟
ايوه صحيح، هو الاكل فين؟ ايه الندوه القرديحي دي؟ انا كنت جايين اساسا عشان تاكلوا. والله العظيم انتوا لا شعرا ولا اي حاجه، انتوا كلكم مدعين. يلا بتكرع الله بره، اطلعوا بره. بتطرد؟ ايوه بتركم. بتطردني؟ ايوه بطردك يا استاذ عجلان. اتفضل يا عم التت، اتفضل. يا عادل يا عادل، اطرد سمر، اطرد سمر. دي بقى هسيبها مخصوص علشانك، امسك فيه. يلا اتكلوا على الله. استاذ عادل، انت مستقبلك بدا يتلاشى قبل ان يبدا. يتلاشى؟ انت تعرف يعني ايه يتلاشى؟ يلا اتكلوا على الله، اتكلوا على الله. لحمه ومفيش لحمه، اتكلوا على الله. انا غلطان، انا غلطان، انا بطلت شعر. يلا تت، كانت محاوله فاشله فعلا. اتفضل اتفضلوا اتفضلوا. شعر؟ بتقول شعر يا صايح؟ بتقول شعر؟ ده انا لمك يا ابن الشوارع، يا ده انا معاك في البازار شفق. ابعد عن سكه الشعر، تسلم وتعلم بقى من اخطائك مره في حياتك. اقعدي. اخطاء ايه اللي اتعلم منها؟ دول ناس مدعين ما بيقدروش الشعر اللي انا بقوله. يعني مثلا انا دلوقتي اقول لكم القصيده بتاعت يا مصر، هو انا هستنى او مش هستنى؟ تستنى ما تستناش، انا داخله اور المحشي. انا هاور الكراريس. الكراريس في الاوضه، في الاوضه، لازم اروح الاوضه. ماشي ماشي. رانيا بصي بقى هقول لك. بصي يا حبيبي، انا بحبك قوي بس انا مضطره اخش لان انا ما وريش اي حاجه جوه. ولا رمزي ايه؟ هتسمع، انا هتسمع غصب عنك. لا يا عم، انا كل ما اقعد معاك تخصمني. لا يا عم. تعالي هنا، تعالي هنا. عشان صغيره يعني بتفتري عليا؟ عشان صغيره هسمعك غصب عنك. اسمعي، مصرع 18 في كزمور. يا ساتر. سقوط مروحيتين في النجف. يا ساتر. بناء وحدات سكنية للشباب، حجرتين وصالة. يا مسهل. بقولك ايه، صدعتني باللي سقط واللي وقع. شوف لنا حاجة فيها فرفشة كده، شوف لي حظك اليوم. تؤمن انت بالكف وبالحظ وبالكلام الفارغ ده؟ يا عادل اسكت. ده انا في واحد زميلي في المدرسه بيفهم يعني في علم الفلك والكلام ده، يعني مدرس فلك يعني. لا لا، هو غاوي الكلام ده وبيفهم فيه. مسك كف ايدي يقراهولي، ساعه ونص ما سابش كف ايدي. ساعه ونص؟ ماسك ايدك ساعتين الا ربع. ساعتين الا ربع ماسك ايدك يا ابن اللذينه. انت لسه فاهمه دلوقتي يا هاني؟ ماسك ايدك ساعتين الا ربع ايه؟ بيقرا لك الكف ولا بيفك لك شفرتك؟ اوعي حد بعد كده يمسك ايدك ولا رجلك، فاهمه ولا لا؟ حاضر يا عادل، حاضر، ما كنتش واخده بالي. حاضر، شوف لي حظك اليوم. اوعي حد يمسك ايدك. حاضر. انت برج ايه؟ الجردل؟ الدلو. الدلو. ما الدلو يعني الجردل، معروفه يعني. يصلك مال عن قريب، ما تنسيناش بقى. حظك اليوم بيقول كده؟ يصلك مال عن قريب. لا انا على ما تنسيناش بقى. اهي مكتوبه بين قوسين اهي. نفسي موعت وقفلت من حظك اليوم. خشينا على صفحه الحوادث، شوف لنا كده طريق مصر اسكندريه الصحراوي عامل كام النهارده. ايه في ايه؟ استني بقى ما اشوف الحادثه اللي على المحور جوه دي. ايه يا ماما؟ انت عملت حادثه مع الدولاب ولا ايه؟ هلاقيه يعني هلاقيه. هتلاقي مين؟ حرامي كان جاي مستخبي ان هو يسرق الشتوي بس ولا ايه؟ شتوي ايه وصيفي ايه؟ بدور على دفتر التوفير بتاع اختك سناء. اختي سناء، انصح واحده اختي سناء دي من زمان على فكره، وهي بتقعد تحوش بقى في حصالات صفيح، كانت بتعمل جمعيه بجنيه في الشهر مع صاحبتها نصحه نصحه يعني. فرحان قوي، ده بدل ما تتكسف على دمك ان اختك جايبه دفتر توفير من وراك. وإيه المشكلة يا ماما؟ هو دفتر بفرة؟ دي لاقيها شايلة شيء وشويات وانت عارف. يا ماما ما تشيلي يا ماما، مش دفترها، هي حرة فيه. لا بقى مش حرة، أنا مش طرطور هنا في البيت، لازم أعرف كل قرش داخل وخارج رايح فين. يا ماما إذا كان الجهاز المركزي للمحاسبات بجلالة قدره ما يعرفش ياخد من سناء لحق ولا باطل. حلاقيه يعني حلاقيه.
يا ماما تلاقي ايه بس يا ماما، هي حرة، انت تحب حد يفتح بوكك وهو بوك يا حسرة في حاجة؟ طب وروني كده. انا مش عارفة، انا كنت عايزة اقول انسين. ماما ماما بصي يا ماما، احنا هنا في البيت كعيلة متماسكة مترابطة متجانسة، ما ينفعش يا ماما ان احنا نتدخل في خصوصيات بعض، لازم نحترم خصوصيات بعض. يا ماما بتدوري على حاجه؟ ما شفتيش الاشاره بتاعي؟ ما انا غسلتهولك ونشرته زي ما هو نشف على الحبل دلوقتي. طيب ما انا حلاقيه، يعني حلاقيه. بتدوري على حاجة يا تيتا؟ مالكيش دعوة انت. وده ايه ده كمان؟ لمي كراريسك دي، مش لما واحد يضيع تقعدي تعيطي. بس يا تيتا ده مش بتاعي، بتاعي صغنن وعليه دبدوب، ممكن يكون بتاع عمته سناء. سناء؟ سناء. الكراسة دي بينها بتاعتك، بنسرق العلم اللي بيشر اسم الله. لا يا ماما الكراسة دي مش بتاعتي. وبعدين ايه الخط المقرف ده؟ مش بتاعتك ازاي؟ مش عارفة مش بتاعتي دي ايه. تعالي يا ماما. ايه؟ تعالي اسمعي. ايه؟ حينما تفتحت كزهرة لوتس برية، كنت احلم بفارس احلام الذي سيخطفني على جواديه الابيض الزرمكشي. دي ما عندهاش قواعد لغة خالص، ولكن حظي الأعثر جعلني زوجة لعادل الذي خطفني على كبوت سيارته المهكهكة، فقد كنت أحلم دائما بذكر بالغ، يعني راجل كبير يقود القطيع، لا أن يقودوه هو وأن يكون هو الفعل وليس رد الفعل. وهي مأساتي مع عادل الذي يتبع فيه أحياناً كثيرة تقوس والدته الشمطاء التي تشبه كثيراً أحدى بنوتردام، وأخته السايكو بربرية. السايكو بربرية؟ أنت سايكو بربرية؟ يا سلام، عجبتك قوي السايكو بربرية والشمطاء اللي قبلها بسطر دي، ما خدتش منك أي إحساس؟ هي مش الشمطاء دي، الشتيمة؟ دي شتيمة وحشة قوي يا ماما. وحشة قوي يا ماما؟ دي من قاع المجتمع يا ماما. يا خرابي، هو ايه البتاع ده؟ دي مذكرات رانيا يا ماما. طب وحياة شرفي، لاروح اجرجرها بشكرها واشدها من شعرها ووريها الشنطة دي على حق. لا اهدي يا ماما، ولا يكون عندك فكرة، انا هقدبها لك. ازاي؟ بص يا ستي، انا لما يكون عندي ولد في الفصل مضايقني ما بضربهوش، بتعلقيه من رجليه. ليه يا ماما وانا منى الغوله؟ بسيبه على جنب وافضل ازله لغايه لما يتخنق يجي يبوس ايدي يقول لي عشان خاطري اضربيني وريحيني. طب ما تزليها، تزليها هتشوفي عيني ليكي. ديك النهار يا عادل، أم ميرفت الأميرة الطيبة اتخانقت معاهم وشوشو تحت الخضار على حزمتين فجل، وقالت لها كلمة كده أنا حاسة إنها مش ولا بد، قالت لها يا شمطاء. شمطاء دي كلمة فارسية مكونة من مقطعين، أول مقطع شمط وهو حيوان موطنه جمهورية خوارزم، والمقطع التاني مين ده النداء الرسمي للخرفان في العيد. قالت لها يا شمطاء أم ميرفت وأم شيماء اتخانقوا، وقالت لها يا شمطاء ده كانوا بيردحوا البعض في البرنامج الثقافي ولا ايه؟ معناها ايه دي بقى يا عادل؟
والله اللي انا اعرفه ان شنطاق دي يعني ست العجوزة الكركوبة اللي جلدها مكرمش اللي طقم اسنانها واقع. سيبنا بقى من الكلام ده خلاص. بقى ام ميرفت الطيبة الحلوة الجميلة يتقلها يا شنطاق. ام شوشو المزغودة اللي ما عندهاش دم. ام شوشو هي اللي قالت لام ميرفت كده؟ بقولك ايه، شنطاق ومكرمشة بقى ام ميرفت مكرمشة، ده أحلى حاجة فيها بشرتها ولا حسنتها ولا ضحكتها الغمزات يبقوا في خدودها يجننوا. ضحكتها إيه يا ماما؟ أم ميرفت دي ضحكتها بتجيب آخر الشارع. اخلص يا عادل، ما تقولش على أم ميرفت كده، أحلى حاجة فيها ضحكتها. لا حول ولا قوة إلا بالله، ماما دي عجيبة. شوف امبارح ما كانتش طايقة ام ميرفت ومتضايقة منها جدا انها اخرت ايدي الهون ساعة اللي استلفتها منها، النهاردة مستعدية تتبرع لها بكليتها الشمال. عادل روحي حياتي ترارارا. يا سلام، ايه المشاعر الفياضة اللي انت جبتيها دي؟ نزلتيها منين؟ من النت؟ اسكت يا عادل، اما النهاردة حصل حتة حكاية. ايه حصل ايه؟ شيماء زميلتي في المدرسة مدرسة الكيمياء فجأة كده يا عادل عايزة تتطلق من جوزها. تتطلق ليه؟ بعد 10 سنين جواز فجأة بتقول ان هو ما بقاش فارس احلامها اللي المفروض يخطف على حصان. يخطف على حصان؟ هي طموحها انها تتجوز عربجي؟ مش طرط على فارس احلامها يخطف على حصان ابيض يكون زمركوشي. زمركوشي؟ كانت عايزة تتجوز مملوك ولا ايه؟ ايه يا روني مالك يا حبيبتي، اعصابك تعبانة ولا ايه؟ في يا راني، ايه اللي حصل؟ لا يا عادل، ده ارتطام عفوي. انا دورت ماما بتدور على حاجة؟ يمكن بتدور على اسم النبي حارسها وصيرها مذكراتها. مذكراتها اللي قالت عليكي فيها سايكو بربرية، واللي قالت عليكي فيها انك شمطاء. طب تفتكري بقى ممكن ما تلاقيش اسم النبي حارسها المذكرات دي؟ هي لو فتحت دماغها وسمعت الكلام وبقت مؤدبة ومشيت على عجين ما تلخبطوش احتمال تلاقيها. طب ولو ما عملتش كده؟ احتمال بقى يا ماما جوزها يعرف ان هو ما كانش فارس احلامها اللي المفروض يختفى على حصان ابيض زرمكشي، ومامتها كمان احتمال تعرف انها بتقول عليها انها غبية وتخينة. يا دي المصيبة، مامتها وجوزها. لا 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 لا، احنا لازم نساعدها. احنا دلناها على الطريق يا ماما وهي بقى تساعد نفسها، هي صغيرة. انا تحت امركم في كل اللي تطلبوه. رانيا انا مزنوقه في خروجه كده، بلوستك البامبا نظيفه؟ انت عارفه كويس ان انا ما بسلفش حاجتي لحد. عارفه كويس قوي. ماشي حقك برضو. تعرف يا عادل؟ عادل ما يعرفش مكان البلوزه بتاعتي. قومي هتلاقيها في رابع ظرفة في الدولاب. قومي. ايه ده، معقوله يا رانيا هتسلفيها بلوستك؟ حياتي اختي، اختي حبيبتي. يا سلام، انا بحب قوي الروح الجماعيه اللي بينكم دي، يعني تسلفيها البلوزات والجيبات، يعني تتعاملوا مع بعض بقى، تتعاونوا يعني كاخوات فعلا. برافو عليك. طبعا يا حبيبي طبعا. رانيا يا حبيبتي، ما شفتيش الشبشب بتاعي ابو صباع؟ لا يا طنط، اصل انا مش فاكره حاطاه فين، تحت السرير، تحت الدولاب، تحت الحوض، من فضلك شوفي لي هو فين. حاضر يا طنط. حبيبتي حبيبتي حماتي حبيبتي. ايه ده، معقوله هي وصلت لابو صباع كمان؟ لا ده كده انا ممكن اتشجع واطلب منها بقى. رانيا كوبايه ميه لو سمحت. وانت ما تقومش تجيبها لنفسك ليه؟ ما فيكش قدر ولا ايه؟ ولا مامتك اشترت لي الخدامه بتاعتك؟
رانيا يا ريت بسرعة تجيبي له المية. حبيبتي حبيبتي حاضر يا موت ما بعرفش ضيع ولا حلقه منه. بس دي اخر حلقه في المسلسل النهارده. يا سلام. والله رانيا روني حبيبتي انا مش عارفه ليه عندي صداع ودماغي عماله تضرب سبعات في تمانيات في سامبوكسات. ممكن تعملي فنجان قهوه ساده بس اظبط بينا فوخي؟ حاضر يا سلام حاضر يا سلام. بلاش بلاش مسلسلات بلاش راحه. متشكرة قوي يا رانيا مش عارفة من غيرك كنت عملت ايه. ايه ده يا رانيا ايه ده انتي قاعدة تلعبي وسايبة المكوة قد كده؟ مكوة ايه مكوة ايه؟ حرام عليكم حرام عليكم يا ناس. ارحموني بقى ارحموني بقى انا من الصبح بطبخ وبكنس وبنضف وبشطف وبعمل كل حاجة. ارحموني بقى ارحموني ارحموني. دي واحنا مولعين نار وشدينك على سيخ وبنهوي عليكي ولا ايه؟ ولا يمكن حاطين على بطنها حجر وبنعذبها. لا 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 بجد بحرة حرام حرام بجد لقد اوشكت طاقتي على النفاذ. سلامة بطارياتك يا حبيبتي مرمله لو سمحتي ممكن تجيبي لها الشحن من التسريحه؟ عايزين ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف عايزين ايه بالظبط. ده انا لو جاريه من جواري بتوع سوق عكاظ كان زماني خدت جمعه وسبت وحد اجازه. ليه جاريه في البنك المركزي؟ بطلي لو سمحتي سخريه على كلامي. السخريه دي زي شنطاء بالظبط. لا ما تقصدش يا ماما هي قصدها سخريه ان احنا بنتمسخر عليها بنشتغلها يعني. انت حساسه قوي يا رانيا. لا يا حبيبتي ده انا بحبك زي بنتي بالظبط بس كل ده من العشم. يا رب انا عشمي في الكبير تخلصني منهم ويفتصل كده يا رب. اف بقى ياه يا رانيا من زمان ما قعدناش مع بعضينا قعده حلوه زي كده. وعلى فكره يا عادل ده ليه تاثير سلبي غير مرئي على العلاقه اللي بينا. عموما تحبي تطلبي ايه؟ ممكن اطلب باي حاجه مختلفه متوازنه السعرات. طب تحبي نطلب مثلا 2 مكرونه بخاصيه الكبده؟ عادل 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 قريت مسرحيه كراسي الاعتراف للكاتب المسرحي المشهور المؤلف العالمي ارنولد وشو. ارنولد وشو؟ لا انا شفت فيلم لهيب الانتقام بتاع ارنولد شوارزنيجر. بص يا عادل هو اي كائن حي يعيش ويتعايش ويتنفس ويتفاعل مع الطبيعه بيبقى جواه كم هائل من المشاعر والمتناقضات والاحاسيس والاحتياجات. لو ما حصل لهاش تفريغ علماء النفس بيقولوا ان هو ممكن يجيله مشكله وعطب في الجهاز الفني التنفسي. بعيدا عن ان انا مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوليها بس يعني انت عايزه توصلي لايه بالظبط يا رانيا؟ هو انا كنت مخبيه عليك حاجه يعني عادل عادل انا خنتك يا عادل. ايه خنت يا شيخه؟ انا افتكرتك كنت هتقولي ايه خنتيني 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 يا رانيا. بكهاش قوي يا باشمهندس. بس 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 تكلت على الله خنتيني يا رانيا. عادل حبيبي انا خنتك بمؤلفاتي بكتاباتي عادل.
بكتاباتك ازاي يعني؟ خنتيني مع اجنده؟ لا بصراحه بقى كتبت عنك كلام وحش قوي. ما هو اصلي يا عادل العلاقه بينا فيها مشكله طول الوقت، انا بحس كده ان في حاجات ناقصه. هقول لك بعدين. ايوه يعني كتبتي ايه في الاجنده؟ يعني مذكراتك مثلا، كتبتي ايام الاعداديتك، مراهقتك والكلام ده مثلا؟ كتبت مذكراتي عنك، بس مش هي دي المشكله. المذكرات اللي انا كتبتها عنك دي هبقى احكيها لك بعدين، مش مشكله. المشكله دلوقتي ان سناء ومامتك عرفوا وخدوا مذكراتي ومسكينها عليا زله، وعاملين يتامروا عليا وبيعاملوني على اني جاريه من سوق عكاظ، ودي حاجه مضايقاني وخنقتني، فقلت اعترف لك وخلاص بقى اللي يحصل يحصل. طيب بص يا رانيا، بالنسبه لماما وبالنسبه لسناء انت ما تسمعيش كلامهم، يعني هم يحاولوا يستغلوكي انت بلطجي معاهم، ما تنفذيش اي حاجه هم عايزينها لغايه ما نتصرف بعد كده في حكايه مذكراتك اللي انت كاتباها عني دي بقى هنا. رانيا ممكن تلمعي لي جزمتي البني؟ لا مش ممكن، لاني انا ما بلمعش الجزم لحد، انا بس بضرب بالجزم. حلو يا رانيا، حلو. ماشي حقك. تعرف يا عادل، تعرف يا عادل، تعرف يا عادل ان رانيا كاتبه مذكراتها؟ طب وفيها ايه؟ ما عادي جدا، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. طب تعرف يا عادل، تعرف يا عادل ان هي كانت بتحلم بفارس احلام يخطف على حصان ابيض رماح؟ حصان ابيض رماح؟ والله انت عامله زي القطط بتاكل وتنكري. ليه انا مش خدتك القناطر وركبتك حمار ابيض وبرده كان رماح؟ نسيت ولا ايه؟ هي حره تركب اي حيوان هي عايزاه. ليش؟ ايه رايك؟ تمام تمام. رانيا خدي رفيلي الشراب ده. أنا ما برفيش شرابات لحد يا طنط، ممكن حضرتك ترفيه أو تديه لبنت حضرتك ترفيهولك براحتكو. كده تعرف يا عادل. أيوة عارف يا ماما إن رانيا كاتبة المذكرات بتاعتها. وتعرف كمان إنها كاتبة إنها كانت تتمنى تعيش مع فارس أحلامها في جزيرة. في جزيرة؟ والله عاملة زي القطط يا رانيا، جزيرتي اللي تعيشي فيها. أنا مش خدتك قبل كده جزيرة الشايف جنينة الحيوانات وغديتك وحلينا كمان برز بلبن؟ عادل احنا مش اتفقنا ولا ايه؟ هي حرة يعني يا ماما تحلم باللي هي عايزاه. وتعرف كمان يا عادل انها بتقول عليك انك فاشل في قيادة القطيع وان القطيع هو اللي بيقودك. ايه الكلام ده بقى؟ عادل بقى، هو انتوا قريتوا مذكراتها كلها ولا ايه؟ وتعرف كمان يا عادل انها بتقول عليك انك مش ممكن تبقى فعل، دايما رد فعل. لا 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 كده كتير قوي. انا رد فعل؟ ايه يا عادل انت بتتخانق معاه علشان انا كتبت كده؟ ما تتخانقش معاهم هم علشان اقتحموا خصوصياتي. خصوصياتي يا ام خصوصيات؟ تقولي عني الكلام ده كله وتقولي لي خصوصيات؟ خصوصياتي ايه؟ يا سلام، ما انت كمان كاتب في مذكراتك ان انا مش فتاة احلامك وعمري ما كنت البنت اللي بتحلم بيها. ايه؟ انت قريتي كمان مذكراتي؟ لعلمك بقى انا ما احبش حد يقتحم خصوصياتي. خصوصياتي يا ابو خصوصيات؟ ايوه خصوصياتي، لان دي حاجه ببقى انا المسؤول عنها، دي حاجه انا بفكر فيها وبكتبها في المذكرات، فانا حر اكتب اللي انا عايزه. خلاص انا كمان حره ان اكتب اللي انا عايزاه. لا انت مش حره، انت متجوزه ومتجوزه راجل، لازم تحترميه ولازم تحترمي كل كلمه بيقولها الراجل ده قدامك. خلاص انا كمان، انت كمان متجوزني ولازم تحترم كل حاجه انا بحس بيها جوايا. ايوه حسام اللي انت عصبي ده كان ايه؟ كان ايه بتكتبي جزيره جزيره اللي انت عايزه تقولي؟ ولا ولا ايه؟ هو مفيش حد بيجي البازار بعد ما انا بمشي؟ يا اخي مش عارف، انت بتمشي من هنا دوله ورجل الزبائن بتتقطع من هنا، مش عارف ليه. مش عارف ليه ولا عارف وبتستهبل؟ مش مهم بقى، مش قضيتنا زباين مش زباين، مش قضيتنا. بقول لك يا دوله، انا في كده يعني بقالي يومين بفكر في حاجه ومش عارف اخد فيها قرار، مع ان يعني زي ما انت عارف ان انا لماح. يعني مين ده اللي لماح؟ انا. لا راجل. بس يا دولة يعني بتيجي على الانسان كده لحظه بتبقى شردت منه. انت يا ابني عايش في اللحظه بتاع شردت منه دي من يوم ما اتولدت. والعمر لحظه. الله 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 يا رب، العمر لحظه. يا سلام، ده انا لو معايا ورقه وقلم دلوقتي كنت كتبت الحكم اللي انت بتقولها دي، الواحد يستفيد منها كده ان شاء الله في حياته.
بقول لك يا دولة، على كل حال يا عم انا كاتب مذكراتي، يعني ممكن لو عايزها اصورها لك. صورها لي فيديو طبعا، ما هو الذكاء ده بلاش. يعني كاتب مذكراتك يا رمزي؟ اه يا دولة، انت اول ما بتمشي من البازار من هنا بقفل الباب واقعد بقى اكتب مذكراتي وخواطري اللي بتجيلي. اول ما بمشي بتقفل الباب وبتقعد تكتب على طول يا دولة؟ تخرج اقفل اكتب، تخرج اقفل اكتب. اللي في النص دي اقفل، مش عارف ليه الزباين رجلها اتقطعت. ما انت بتقفل يا يا نهار ابيض. ولا انت ما فكرتش يالا يا رمزي الغباء اللي عندك ده انك انت تستثمره مثلا؟ طب ما انا بستثمره اهو، مش مثلا، ده اكيد بقعد اكتب مذكرات يا دولة. بس انت بقى ما قلتليش يا دولة، يعني اعمل ايه بقى في اتخاذ القرار ده؟ ما ساعدتنيش انت. لا انا ساعدك قوي يا رمزي، اتخذ القرار يا ابني وسيب البازار. سيبه يا رمز، سيبه ارجع بلدكوا يا رمز. ايه يا دولة اسيب البازار؟ طب واقعد اكتب فين بقى مذكرات انا؟ اه صح، مين يخرب بيتي غيرك؟ صح يا دولة. بقى المهم، بقى المهم، انا دلوقتي بفكر في قرار وعايز اخد فيه يعني حل، ومش عارف يعني هل لما انا اتقدم لانسانة يعني هتوافق عليا ولا ممكن تتهبل وتقول لا؟ انسانة زينا كده يعني؟ لا انسانة زينا ايه؟ بقولك يا عم واحدة مهتمية بنفسها، تقولي زينا؟ يا ابني انت لا تصلح لأي بني ادمين اصلا يعني. طب يا دولة وانا قلت بني ادمين دلوقتي، انا بقولك انسانة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي دي كده. بقولك ايه عادل، انت فاضي شوية ولا مشغول؟ لا يا ستي مشغول، قاعد بعذب في نفسي، بعذب في نفسي. يبقى فاضي، انا عايزاك كده في مشوار يعني نقعد نتكلم فيه بره. طب ما تقعدي هنا نتكلم براحتنا. انت عندك شيشة؟ ايه ده ايه ده ايه ده، وانت عايزه شيشه ليه اصلا؟ ايه ده انت مالك؟ انت بتتكلم ليه بيني وبين اختي؟ بتتدخل ليه؟ شيشه خطر. انت مالك؟ روح هناك. عايزه شيشه ليه يا سناء؟ انت بتشرب شيشه؟ لا مش بشرب. لا بشرب. ما تقولش ماما عشان خاطري يا عادل، عشان خاطري. ما اقولش لماما، ده انا بتلكك لك. ماشي هنتفاهم في الموضوع ده. ولا رمزي، انا وسناء رايحين نقعد على القهوه. حسك عينك ارجع الاقي البازار مقفول، هخليك بايديك تكتب كلمه النهايه في المذكرات بتاعتك دي. اتفضلي. بعد اذنك يا شويه. ماشي. اوعى. تشربي شيشه يا سناء؟ معلش يا عادل، ده كده تفاريح مع اصحابي. تفاريحي؟ اه انا بقى مفيش تفاريحي وانا مش اصحابك، وشيشه مش هتشرب تاني في حياتك يا سناء. انا عمري ما شربت شيشه. بتشربي شيشه لمين؟ حاضر يا عادل حاضر. المهم خلصي بقى بسرعه عشان عايز ارجع لرمز هزاء. عادل انا لقيت الرسمه دي في كراسه بنتك بتاعت الرسم. رسمه عجيبه اللي رسمها يا ياسمين دي. وايه ده؟ ده ايه ده؟ راجل ده؟ عادل ده انت. انا؟ اه يا كاتبه بابا. اه بس يعني انت مش ملاحظه ان الرسمه مش شبهي خالص؟ ما انت شكلك كده في اللاوعي بتاع بنتك. اللاوعي ده انت في اللا بلاله. عادل لو سمحت ما تهربش، انا استاذه علم نفس محترمه جدا، عندي خبره وعندي معلومات تؤهلني ان اشخص حاله بنتك اللي انعكست من خلال هذه الرسمه. انعكست من خلال هذه الرسمه؟ ده ايه الحلاوه دي؟ عادل بنتك رسماك راسك قد البسلية وجسمك قد البطيخة، مش ملاحظ حاجة؟ ملاحظ ان الاتنين لونهم اخضر؟ يا عادل خلي عندك عمق شوية، ارحمني. بنتك شايفة ان انت دماغك صغيرة، يعني دماغك تافهة، يعني كلك على بعضك تافه، يعني انت انعدمت القيمة عند بنتك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ كل ده من رسمة؟ انت بتستهبلي يا سناء؟ عايزة يعني تحطي اي شتيمة في كلامك وخلاص؟ يا عادل انا خايفة على بنتك وخايفة في الاخر تطلع زيي. وانت برضو كنت شايفة ان بابا دماغه صغيرة؟ بس مش للدرجة دي. وبعدين بقى انت هتوتريني ليه؟ فعلا الدماغ صغيرة ولا حتة. ايوه جاي. نعمين يا استاذ. اتنين شيشه بسرعه بس كده. عينيا عندك شيشه؟ انت بتشرب شيشه يا عادل؟ ده تفاريحي بس لما بكون متوتر يعني. بس اوعي تقولي لماما. ازيك يا ياسمين؟ ايه بتتفرجي على ايه؟ اماكن في القلب. ده برنامج اسمه اماكن في القلب. اه ده دكتور اللي بيقدمه؟ لا ده مسلسل. مسلسل؟ اه تمثيل يعني.
ومين اللي قام بدور القلب؟ انا بهزر طبعا. بس انت مش شايفه ان انت صغيره يعني على انك انت تتفرجي على مسلسل صعب زي ده؟ يعني انت ممكن ايه رايك احكي لك حدوته؟ انت مش بتعرف تحكي حواديت. ايه ده ايه ده ايه ده، انت واخده فكره غلط جدا عن باباكي. انا بعرف احكي طبعا حواديت كتير قوي، لان انا دماغي كبيره جدا مليانه بقى حواديت وفوازير ونكت ولعب. تحبي نلعب لعبه تيت تيت؟ ايه تيت تيت؟ ما اعرفهاش، بس يعني اكيد في لعبه اسمها تيت تيت. تعالي نتعلمها مع بعض. انا نسيت حاجه مهمه قوي لازم اعملها. بنت بنت ياسمين، ياسمين بنت بتقلبني. ياسمين رانيا، هي ياسمين رايها فيا ايه؟ ابوه؟ ايوه ما انا عارف، ما اكيد رايها فيا ان انا ابوها. امال يعني رايها ان انا خليتها؟ قصدي يعني هي شايفاني ازاي؟ شايفاك كابوه. ايوه يا ست، ما انا عارف، اصل سناء النهارده قلقتني قوي، قالت لي ان انا ما بقاش قدوه يعني بالنسبه لياسمين، وان هي شايفه ان انا دماغي صغيره وكده. طب ما عادي يعني، سناء ما جابتش الديب من ديله، دي حاجه معروفه. معروفه معروفه ازاي يعني؟ بص يا عادل، انت وجودك في حياه ياسمين وجود مصمت. وايه المصمت ده راخ؟ مصمت دي يعني عدم يا حبيبي، يعني انت بالنسبه لها ايه؟ مجرد اب، شوال فلوس ويا ريته مليان. شوال فلوس ويا ريته مليان. رانيا الموضوع ده انا حاسبك عليه. حاسب الاول على فاتوره التليفون اللي مرفوع من خدمه بقاله 3 ايام. يعني احتجت شوال الفلوس اهو اللي مش عاجبك. انا ما قلتش انك مش عاجبني. طب يعني تفتكري سناء عندها حق يا رانيا؟ بص يا عادل يا حبيبي، لازم وجودك في حياه ياسمين يبقى وجود عامل زي صمام الامان. صمام الامان؟ انت بتكلمي انبوبه. صمام الامان ده اللي هو زرار الامان او كشاف الامان او اقول لك قنديل الامان او حزام الامانه. لسه واخد مخالفه النهارده. بالظبط كده، المهم ان يبقى في امان. ايه ده، عيد ميلاد مين دول؟ يا سلام، هابي بيرثداي تو يو. ده مش عيد ميلاد، ده لسه صباحة. صباحة؟ وسميتيها ايه؟ الميم، عشان راسها صغنونة. راسها صغنونة؟ عشان كده بقى انت يا ياسمين دايما في اعمالك الفنية بتتأثري بحكاية راسها صغيرة دي، وتعملي الراس صغيرة والجسم كبير، مش كده ولا ايه؟ انا بعمل اللي انا شايفاه. اللي انت شايفاه؟ لعلمك يعني، لعلمك انا فاهم طبعا كل الحاجات دي، لان انا اصلا يعني عارفه ببقى دايما مركز كراجل اب يعني وباباكي وكده، ودايما تفكيري ان بما ان راسي كبيره جدا فبفكر صح طبعا طول الوقت. ايوه شوكولاته؟ ايوه قوي. فانا دماغي كبيره قوي، دماغي كبيره قوي. انا مش فاهمه منك حاجه. طبعا ده وضع طبيعي انك انت ما تفهمنيش، عشان انا كبير وراسي كبيره وانت صغيره وراسك صغيره فمش هتفهمين. عارف انا كنت دايما انا اكبر واحد في اصحابي، يعني دايما بيعتبروني الكبير، ودايما كنت ببقى مكبر دماغي مكبر دماغي. طيب ممكن بقى تاخد لي تصلح لي ديت؟ عروسه دي ايه، دماغها وقعت؟ ده انا مش بس اصلحها لك، ده انا اجوزها لك يا ماما. ماشي، بدل ما هتعرف بقى تصلح العروسه خد ديت كمان، دراعها مكسوره صلحها لي. ده ايه اللي كسر دراعها ده؟ لا طبعا اصلحها لك بسهوله. ماشي، انا رايحه الحمام. طيب على ما تيجي اكون صلحتها لك. ماشي. يا دي اللبخه اللي انا لبخت نفسي بيها، ودي دماغها تصلح ازاي دي؟ ايدها وقعت. صلحتي يا بابا؟ لسه قربت. روحي هاتي لي ميه، هاتي لي ميه. دي دراعها، دراع ده مش يا لبخه اللي انا لبخت. رايح فين يا بابا؟ رايح
هلعب بقى معاكي لعبة جديدة جدا، لعبة الذكاء، لعبة الناس اللي دماغها كبيرة جدا. يا بابا هلعب معاكي لعبة يعني انت عمرك ما لعبتيها قبل كده، جديدة يعني. يا بابا هلعب معاكي استغماية. يا سلام، ما انا عارفاها. لا، اللي انت عارفاها دي استغماية العبط يعني، دي اي كلام. لا انا هلعب معاكي استغماية اللعب، يعني ايه اللعبة هتكون مستخبية كلها وانت تقعدي تدوري عليها وتجيبيها. يا سلام، هي اللعبة بتتحرك اللي مش بتتحرك، ازاي هتستخبى؟ ما هي دي بقى اللعبة. هي دلوقتي استخبت وانت بقى روحي دور عليها. يلا يلا. لا مش عايز ميه، مش عايز ميه. مين قالك عايز ميه؟ لا 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 مش عايز. يلا يلا يلا. دول اللعب دي كلها، انت هتغير النشاط ولا ايه يا عم؟ لا يا عم غير النشاط ايه، انا اصلي كسرت اللعب بتاعت ياسمين وما قلتلهاش. طب ليه كده يا دولة؟ ليه كده؟ ده اذا كان انا لما بكسر تمثال ولا حاجة بعترف بخطأي وبقول لك. انا اصلي يعني الموقف بيني وبين ياسمين اليومين دول متأزم شوية، فما اقدرش اصريحها بحاجة زي كده. يا دولة اسمع كلام اخوك، انت لازم تعترف لها قبل ما تعرف من وراك. يا دولة اعمل زيك يعني، زي ما انا بعمل كده معاك بالظبط، اكثر اقول على طول عشان اكبر في نظر نفسي وفي نظرك. يا ابني انت عمرك ما هتكبر في نظري، انت موقوف نموك عندي، مش عندي بس، انت موقوف نموك عند مصر كلها. طب ليه الغلط يا دولة؟ من غير غلط ولا حاجة، وانت بس فالح اللي بتكتب لي مذكرات. فين مذكراتك دي؟ يا دولة هتعجبك قوي يا دولة. على فكرة وريني بس يا عم، شوف اخر المذكرات دي ايه. اتفضل يا عم. مذكرات رمزي تقريبا، يعني انت مش واثق هي مذكرات ولا مش مذكرات؟ ممكن ما تعجبكش. وايه الصوره اللي انت حاططها دي وحاطط ايدك كده؟ طبعا اكيد درسك كان بيوجعك، مش معقوله تكون بتفكر يعني. اه دول انت عرفت ازاي يا ابني؟ ما انا فاهمك وحافظك يا ابني. وريني كاتب ايه. امسك. وخرج رمزي من بلدته حالما بالنجاح، واتجه مباشره الى محطه القطار، وركب رمزي القطار. ايه ده ايه ده، ده انت اسلوبك حلو يلا. ابن عمك بقى وانا، انت شاعر برضو يعني. بس مش معقول هقرا ده كله، وريني اخر صفحه كاتب فيها ايه. ونزل رمزي من القطار. النهايه. ايه ده يعني انت ركبت القطر في اول المذكرات ونزلت من القطر في اخر المذكرات؟ معاناه يا دوله، معاناه. وايه اللي في النص ده كله؟ بوم بوم تش تش بوم بوم تش تش. مذكرات كلها بوم بوم تش تش توت. مذكرات 1200 صفحة بوم بوم تش تش توت. معاناة. أم علاء مين يخرب بيتك؟ هتنزل بس ولا يهمك يالا. انا هنشر لك المذكرات دي يا ده رمز. اكيد عجبتك صح يا ده، انت ابن عم انا هخدمك. ربنا يخليك يا دول يا رب. بس ينفع يعني مذكرات تتنشر من غير ما تتغسل؟ لا طبعا صح. خلاص انا هغسلهم لك وانت انشر على طول. في حبل حطولين اهو بعرض البازار. يلا بسرعه. والله ده العشم برضه هدوله. يا سلام، ده انا عينيا ليك. وادي اهي المذكرات اهي، هتتغسل كلها اهي يا عم عشان تبقى مذكراتك على نظافه. اتفضل يا سيدي. بوم بوم تشتش. اتفضل. انشر عادي كده؟ انشر معايا. هات شويه وانشرهم من هناك، انت انشر من هنا. يلا. يا سلام يا سلام، ده يوم المنى يا رمز اما انشر لك مذكراتك بايدي كده. طب وانت ما عملتش كده ليه في الدواوين بتاعتك يا دوله؟ لا انا الدواوين ما كانتش ينفع تتغسل. اه انت عشان مذكراتك واضحه من الاول انها وسخه، فعايزه النشر على طول. السلام عليكم. يا ياسمين، ها عملتي ايه؟ لقيت اللعب؟ دورت في كل حته وما لقيتهمش. الظاهر ان هما مش في الشقه. ايه يا حبيبتي، ما اصل اللعبه دي يعني لعبه الناس الاذكياء اللي دماغهم كبيره جدا زيي. طب دورت في الحمام بقى يا ياسمين؟ مين اللي عبيط هيخبي اللعب في الحمام؟ من غير لماضه، ما دام ما دورتيش روحي دوري في الحمام، دوري في الحمام يمكن تلاقيه. ماشي شوف. المرة الجاية بنتك هترسمك من غير دماغ خالص. أنا فاهم أنا بعمل إيه، ما تقلقيش خالص.
انا جبت العرايس اهو وكله تمام. المهم اخبيهم بسرعه قبل ما هي تيجي. دي دول اللي كمان هنا ودي كمان هنا. دي بقى احطها فين؟ احطها فين؟ احطها فين؟ لقيتها. يا سلام، انت اللي مخبيها، يبقى انت اكيد اللي عارف مكانها. فين بقيه اللعب؟ بقيه اللعب؟ طب انت دورتي تحت الكنبه دي؟ اه. طب ما تدوري تاني، يمكن تلاقيها مثلا، ما تكونيش دورتي كويس ولا حاجه. ايه ده؟ انا دورت هنا قبل كده وما لقيتهاش. العروسه دي مش بتاعتي. المره الجايه هترسمك براس حمار. مش بتاعتك ازاي بس يا ياسمين يا حبيبتي؟ دي اكيد بتاعتك، انت مش واخده بالك بس. العروسه دي شكلها نظيف قوي. بعدين فين التوكه اللي انا كنت حاطاها في شعرها؟ ما ممكن تكون شالت التوكه مثلا لما راحت للكوافير، ما انت عارفه بقى العرايس بيتدلعوا يعني. بابا انت بتضحك عليا؟ العروسه دي مش بتاعتي، انا عايزه اللعب بتاعتي. ياسمين طب تعالى افهمك. ياسمين عادل، انسى ياسمين وركز في الخلفه الجايه وحاول تتعلم من اخطائك. ايه ياسمين، ايه اللي مزعلك؟ انا عايزه اللعب بتاعتي. طب يا حبيبتي، ما انا جبت لك لعب تانيه احسن منها كمان وجديده خالص. وفين اللعب اللي اتكسرت؟ ما راحوا بقى خلاص. المهم ان انا جبت لك لعب جديده واجيب لك كل اللعب اللي انت عايزاها طبعا. بس يعني ياسمين انت شايفاني ازاي يا ياسمين؟ انا شايفك بابا اللي بحبه. طيب ما دام بابا اللي بتحبيه، يعني معقوله تزعلي منه؟ وبعدين ليه كنت رسماني وراسي صغيره كده؟ انهي رسمه؟ الرسمه اللي انت كنت رسمه راسي صغيره وجسمي كبير جدا، ليه افكرست الرسمه بتاعتك؟ دي مش انا اللي رسماها، دي الميس بتاعه الرسم راحت رسمه كده على السبوره وقالت وراحت قالت لنا ان قلوا الرسمه ديت وكتبوا عليها بابا بس. يا نهار ابيض، يعني الميس بتاعه الرسم متضايقه من ابوها ورسمه راسها راسه صغيره. انا يعني مالها ومال ابهات العيال. خلاص بقى يا ياسمين ما تزعيش مني بقى، خلاص بقى. يلا بص على بابا. لا بوسه جامده، بوسه جامده. لا جامده جدا، جامده جدا. خلاص زعلانين؟ يلا. سناء هاتي 30 جنيه. ليه بقى ان شاء الله؟ تمن اللعب اللي اتكسرت يا هانم. طب وانا مالي؟ وانت تلعب وتكسر وانا ادفع؟ يا سلام، انت اللي لعبت في دماغي وفهمتيني ان بنتي شايفاني مش عارف ايه وهي شايفاني احسن اب في الدنيا العلم. بقى مرات راس البسله. راس البسله دي بقى ما كانتش راس انا، دي كانت راس المدرسه. اما رسمت ابوها دي كانت راس ابو المدرسه، ما كانتش راس يا هانم. يعني المره الجايه ان شاء الله بنتك هترسمك براس كرومبا. لا هترسم الصفحه كلها راسي. ورجليك فين؟ مالكيش دعوه. وايديك فين؟ مالكيش دعوه. طب جسمك فين؟ ما تتدخليش بيني. صوابعك فين؟ ما تتدخليش. انا الحق عليا اللي قلت لك بنت